يقول ما معنى ان الايمان هبه؟ مرجع تفسير انه لا يقدر احد ان يقول ان المسيح رب الا من الروح القدس، الا بالروح القدس. ربنا يقود الناس الى الايمان، لكن برضو مفروض ان احنا نشترك مع ربنا في هذا الامر. يعني ما يجيش واحد يمشي في العالميات على الاخر يقول له الروح القدس يقودنا للايمان، ما نقدرش نقول الكلام ده. ودي مشكلة البروتستانت اللي يقول لك كله بالنعمة، كله بالنعمة. نحن نوافق ان النعمة لازمة لينا جدا، تقودنا الى اشياء كثيرة، لكن ما نقدرش نقول كله بالنعمة. زي ما قال القديس يوحنا ذهبي الفم، قال لا نستلقي على ظهورنا ونقول ربنا يعمل كل حاجة، مش ممكن. فالإنسان يعمل ما يستطيعه، ولكن مع ذلك يحتاج إلى نعمة من الروح القدس علشان توصله للإيمان. يعني مثلا الذين آمنوا في اليوم الخمسين، هل مجرد الروح القدس راح لهم كده على طول، ولا استمعوا لكلام بطرس الرسول وللأذى وشافوا الآيات والمواهب بتاعت يوم الخمسين فتأثروا في قلوبهم؟